وش صفحتنا اليوم؟ اليوم صفحتنا خلني أقول لك، تعرف يا طالب، غالبا ما نسمع في العلاقات سواء كان علاقات زوجية أو علاقات عائلية أو حتى صداقة، عند نشوء سوء تفاهم أو تصدع في العلاقة نفسها، تجد طرف من الأطراف يبادر بأن يخبر الشخص المقابل بأن ينسى ما حدث وأن يبدأ صفحة جديدة، صفحة تكون فيها بداية جديدة، العلاقة أفضل، نتعلم فيها من أخطاء الماضي وأوجه التقصير والخلل، ونستعد بأن تكون هذه الصفحة الجديدة مليئة بالحب والمودة والاحترام. خليني أقول لك يا طالب أن عمر الإنسان عبارة عن صفحات، تعرف قد تكون صفحات مرة تجرع فيها الألم والحسرة والفشل والخوف، لكن نحن من نحدد هذه الصفحة نجعلها صفحتنا الأخيرة ونعيش فيها أسرى طول العمر، أم نطويها ونفتح صفحة جديدة مليئة بالنجاح والإصرار والمثابرة. تعرف حياة الإنسان أبدا ما تقف عند حد معين، فكل وقت تجرعت فيه الهم والحزن والفشل أعلم أنها تجربة طورت من شخصيتك. خلني أقول لك بأن أعظم الشخصيات اللي نراهم ناجحين ببساطة قرروا أن يكونوا ناجحين، مع أن البعض قد يكون مر بتحديات وظروف ومعاناة قد تكون أسوأ مما مررنا فيها، لكنهم لم يتوقفوا عند حد معين، قرروا أن يتعلموا من الصفحات السابقة ليؤسسوا صفحة جديدة مليئة بالنجاح والإنجازات. تعرف يا طالب، خلينا نختم هنا، كل ثانية نقضيها في التفكير حول صفحات الماضي هي ثواني محسوبة علينا من الوقت اللي يجعلنا نصنع فيه صفحة جديدة نحدد فيها شيء بنفسنا. السلام عليكم.